لننتقل إلى الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم. سوف تتغير الأمور في حلقة الموسم الجديد من مسلسل زهور الدم، لأن ديلان وبارات سيواجهان الموت. إذا كنتم تتذكرون في الحلقة الأخيرة، تعرضت ديلان وباران عمدا لحادث سيارة. أصيب باران وديلان بجروح خطيرة بسبب الحادث، ولكن لحسن الحظ لم يكن هناك أي ضرر للطفلة ميران، لأن ديلان وضع التميم على الطفلة ميران. بالإضافة إلى ذلك، كان الطفل ميران يجلس في مقعد الأطفال، وهي المنطقة الأكثر حماية في السيارة. لكن لسوء الحظ في الحلقة السابقة، اختطفت امرأة غامضة الطفل ميران، توفي جواهر. بدأ حسن يمشي نحو الموت وهو يتألم. نعم، لقد سمعتم بحق، لقد مات جواهر الآن وذهب من المسلسل. لكن حسن لم يمت، لأن حسن أغمي عليه في الحلقة السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي دليل على وفاة حسن، ولكن حسن ما زال يموت، لأنه إذا لم يمت حسن سيكون مسلسلنا سخيفا، لأن حسن قتل جول وطفلها بتسميمه في الحلقة السابقة. لكن فرات لم يمت، وبما أن فرات لم يمت فقد شهد أن الشخص الذي قتل جول هو حسن. إذا لم يمت حسن فلن يتمكن من العيش في نفس القصر مع فرات. في الواقع فرات قتل حسن على الفور. باختصار، لقد مات حسن، وقد ثبت موت حسن في ضوء جميع الأدلة التي ذكرتها. لكن هذه المرة أصبحت أزادي هي القاتلة. لكن على الأرجح لن تذهب أزادي إلى السجن أبدا، لأن أزادي ستستفيد من الدفاع عن النفس. أسوأ ما في الأمر هو أن قدرة بيك سيقضي بضع سنوات في السجن بدلا من أزادي هاني. أسوأ الألم سينتظر باران وديلان، لأن ديلان وباران سيواجهان الموت. في الواقع ستعتقد ديلان وباران أن طفلهما مات في البحر ويغادران، لكن السنوات ستمر من السلسلة. سوف تمر تقريبا 5 سنوات على الأقل في السلسلة. سيبلغ عمر الطفل ميران 5 سنوات، لكن الطفل ميران سيصبح عدوا لبران وديلان بسبب المرأة الغامضة التي اختطفت، أو سوف تمر 15 سنة، وبذلك سيتحول الطفل ميران إلى شاب يبلغ من العمر 15 عاما. سيركز الموسم الجديد من المسلسل على شاب يعد عدوا لعائلته. فمن هي المرأة التي خطفت الطفل ميران؟ دعوني أجيب على هذا السؤال على الفور. هذه المرأة ربما هي أخت أو أم جواهر. باختصار، هذه المرأة الجديدة في السلسلة هي من أقارب جواهر. ستواصل هذه المرأة أفعال جواهر الشريرة في الموسم الجديد. لكن في الموسم الجديد سيجد باران وتيلاميران ويجتمعان معه مجددا. بغض النظر عن عدد المشاهد الشريرة الموجودة في المسلسل، لن يتمكن أحد من الفصل بين ديلان وباران. في الواقع سيكون لدى ديلان وباران طفل ثاني ربما. لذا حلقة جيدة جدا ستنتظرنا جميعا. كما تم التساؤل عما إذا كانت جول قد تركت المسلسل أم لا. تركت جول سلسلتنا بالموت. عاكف المفوض رجل طيب في الوقت الحالي، لكن في الموسم الجديد سيتحول المفوض عاكف إلى رجل سيء ويصبح عدوا لبران. فهل تعتقدون أنه سيتم العثور على الطفل ميران بعد 15 عاما؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم. أنا